ازيكم يا سنة خمسة؟ إن شاء الله النهاردة هنعمل مراجعة مهمة جدا، كل يركز معايا. أول سؤال أكمل ما يأتي: ارتبط فانوس رمضان بزمن؟ طبعا برافو عليك. أول ما جه المعز لدين الله الفاطمي، أول خليفة فاطمي في مصر، الناس استقبلته طبعا بأنوار كتيرة جدا، الشوارع كلها منورة، فهنا اليوم ده كان جاي في رمضان، فارتبط فانوس رمضان بزمن الدولة الفاطمية. زمن الدولة نقط الفاطمية. أول واحدة الدولة الفاطمية. السؤال اللي بعده: أحاط جوهر الصقلي، طبعا جوهر الصقلي ده القائد بتاع المعز لدين الله الفاطمي، أحاط القاهرة بسور، ترى يا مستر السور ده معمول ليه؟ للدفاع عن البلاد، أو بمعنى أصح كده عن المدينة نفسها. المعز لازم نأمنه، هو هيقعد في قصر وحواليه سور كبير من 8 بوابات مدينة القاهرة، يبقى سور لو كان بوابة 8. تمام. رقم 3: أسس عمرو بن العاص مدينة. فكر بقى معايا كده، يا ترى المدينة اللي هيأسسها عمرو بن العاص هي اللي عمال ياخد ابن طولون؟ أكيد لا. مين بقى شاطر؟ برافو عليكم، كله رفع ايده. طب نختار حد تاني. الفسطاط، يبقى هي مدينة الفسطاط. ومعلومة ليك يا سنة خمسة، كلمة فسطاط معناها الخيمة. يبقى أنا كده عرفت مع بعض إن عمرو بن العاص هو اللي عمل مدينة اسمها إيه؟ الفسطاط. طب لو حبيت ألخبط كده يا مينا، وقلت مثلا بناها أحمد بن طولون، هو بنى مدينة؟ أه طبعا، اسمها مدينة إيه؟ فاكرينها؟ قول يا مصطفى. القطائع. طب يلا نكمل أسئلتنا. آخر غزوات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يا ترى إيه هي؟ الغزوة الأولى كانت غزوة بدر، يا ترى الأخيرة كانت غزوة مين؟ تبوك. برافو عليك، اسمها غزوة تبوك. السؤال بقى اللي بيلخبط سنة خمسة كلها: امتى اقول سفاري؟ امتى اقول بيئية؟ زيارة الواحات والتجول في الصحاري، يبقى هنا يا سما اسمها سياحة ايه؟ قولوها كده معايا، التجول في الصحاري تبقى سياحة السفاري. يبقى التجول في الصحاري سياحة سفاري. أسئلة السؤال رقم 6: تعد سياحة المؤتمرات أحد أنواع السياحة؟ مستر احنا اتكلمنا في درس انواع السياحه وقلنا ان سياحه المؤتمرات والمهرجانات والمعارض كل ده سياحه ايه؟ تمام، سياحه ثقافيه. برافو عليك، سياحه ثقافيه. مدينه نقط مركز للاثار الفرعونيه. هنا في ناس كتيره بتتلخبط بين اسكندريه وبين الاقصر، لما اقول بقى مدينه فيها اثار فرعونيه رماس، الاقصر. برافو عليك. طبعا هي بيقول عليها متحفا مفتوحا، لان هي مليانه اثار يمين وشمال كلها تماثيل. رقم 8: تعد من المقاومات البشريه للسياحه، وده سؤال لازم بيجي كل سنه وبيلخبطك ما بين المقاومات البشريه وبين المقاومات الطبيعيه. مين يقدر يقول لي المقاومات البشريه؟ قول يا سجد. برافو عليك، سقفولها سقفة كبيرة. طبعا من العوامل البشرية مش الطبيعية، ممكن نقول أسهل حاجة الأمن والأمان، لكن لو عوامل طبيعية طبعا هنختار يا أستاذ مصطفى، هنختار الموقع المتميز والمناخ المعتدل والطبيعة الخلابة. السؤال بقى رقم 9، وده سؤال ما بيجيش كتير بس في ناس بتعديه كده: مهرجان نقط لصيد الأسماك من أهم أنواع المهرجانات. دلوقتي في احتفال بصيد الأسماك، يا ترى إيه المدينة اللي بتحتفل وبتعمل مهرجانات وبيجيبوا زي تنورة كده وبيعملوا احتفال جميل جدا؟ تمام، برافو عليكم، كله قاري كتاب كويس، المجموعة دي ما شاء الله عليها كلها رفع إيديها. تمام، نختار حد تاني. قول يا ساكت. بورسعيد. بورسعيد، طبعا مدينة بورسعيد مشهورة جدا بإن هي كل سنة بتحتفل وبتعمل مهرجان كبير في بور سعيد لصيد الايه؟ الاسماك. برافو عليك. تمام كده؟ نكمل اسئلتنا. محميه سلوجه، وقلنا كده قول يا دليل محميه سلوجه فين؟ في اسوان. المحميه اللي في الوادي الجديد، حاجه جديده، صفحه بيضاء، موجوده فين يا سما؟ الصحراء البيضاء. محميه الصحراء
الفيروس. وفي محمية ثالثة ورابعة لو احنا ركزنا شوية مصطفى. محمية رأس محمد سمعت عنها؟ موجودة فين؟ يعني موجودة في الأقصر ولا في سيناء؟ في سيناء. محمية رأس محمد موجودة في جنوب سيناء. المساجد لو احنا ركزنا قوي كده، المساجد من آثار نقط. طبعا المساجد آثار إسلامية. طب الكنائس؟ آثار قبطية. طب المساجد والكنائس آثار دينية، صعبة كده؟ نظام إسلامي ظهر بعد وفاة الرسول، كله بقى يركز.